خير على كل نجومنا وكل جمهورنا وكل نجوم قناة الصحة والجمال. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم استوديو الحياة، معكم هاجر مهران. النهاردة حلقة مختلفة وحلقة جديدة طبعا عشان فيها نجوم من داخل قطاع الناشئين بنادي أهل الضبعة، طبعا هنتعرف عليهم. بس قبل ما نتعرف عليهم عايز أقول كل الشعب المصري، طبعا كان نفسي أطلع يوم رأس السنة ونقعد نسهر كده مع بعض. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعم الخير علينا كلنا وعلى أمة محمد وعلى الوطن العربي كله بخير وسعادة يا رب. طبعا يلا ندخل في موضوع الحلقة على طول. معانا نجم وكابتن كبير محبوب البراعم، كابتن أحمد البرازيلي. أهلا وسهلا بيك يا نجم، شرفتنا داخل البرنامج استوديو الحياة. ومعانا اللاعب الجميل محمد شعبان، أهلا وسهلا بيك يا محمد. المايك معاهم؟ ماشي ماشي. احنا الحلقه بقى نخليها كده مع بعضينا. هات هات المايك، يلا ادوا بقى المايك لبعض. يلا تعرف نفسك، اسمك، يلا قول. محمد شعبان، واحب ارحب بجميع المصريين. ادي بقى لزميلك، يلا عرف نفسك. زايد حنفي. احمد رمضان زكي. علي صوتك. احمد رمضان زكي. ماشي، لف لف المايك كده. خالد ياسر عبد النبي. يوسف سعيد حنف. احمد محمد صلاح. طبعا خلاص انا معايا مايك، انا خلاص امسكوه انتوا في ايدكم. تمام كده، المهم شرفتوني داخل برنامج استوديو الحياه. احنا قاعدين مع بعض كده قاعده، يعني مش عايزين ايه، يعني ما تتكسفوش، عايزين نتكلم مع بعض وعايزين نضحك مع بعض ونهزر مع بعض. هنبتدي طبعا بالكابتن الكبير بقى، طبعا احمد البرازيلي. عايزاك بقى تقول لي ابتديت كره ازاي، وطبعا انت كنت لاعب صح؟ تمام. لعب كرة قدم. تمام. صح، عايزة تذكر لي الأندية اللي أنت لعبت فيها وإزاي دخلتي بقى مجال التدريب. أنا أول ما بدأت كورة بدأت في نادي الداخلية مع كابتن مصطفى حديدة بإذن الله، وبدأت في اتحاد الشرطة، لعبت في اتحاد الشرطة برضك. طبعا الفضل ده كله يرجع لكابتن أحمد النني، أحمد مكرم النني، هو اللي وصلني لحاجة زي كده. وأشكر طبعا كل المنظومة اللي وقفت جنبي وأهلي، وطبعا الشكر للكابتن احمد النني اللي هو اللي ساعدني في حته التدريب دوت. اشتغلت معاه في بتروجيت، واشتغلت معاه في مصريه اتصالات مدير فن 2009، واشتغلت بتروجيت مدير فن 2006. فان شاء الله يعني انا شايف يعني في حته التدريب احسن من ان انا ابقى لاعب. يعني انا انت جات لك اصابه فعشان كده دخلت مهنه التدريب، ولا انت حابب مهنه التدريب؟ لا انا حابب مهنه التدريب، يعني انا في حته التدريب انا حاببها غير اللعب بس. يعني انا دي الحاجه اللي انا بحب اشتغل عليها، حته التدريب بس. احنا يعني اكتشفنا موهبه داخل القطاع، ان انت لعيب كوره جامد جدا جدا جدا. ليه ما كملتش؟ ليه ما انا ما كملتش؟ والله برضك يعني عشان لما انا بدات كوره، يعني الفتره اللي فاتت ما كانش فيه اهتمام، يعني كان حته الوسايط والكلام دوت ما كانش فيه اهتمام. قعدت اكتر من 5 سنين في الداخليه ما تصعدتش لفريق اول، فطبعا يئست من الحته ديت. بسبب ايه يا كابتن؟ بسبب الوسايط، وبسبب ما فيش اهتمام. ومن ساعه برضك ما دخل موضوع الاستثمار برضك، وبرضك حته الانديه برضك اختلفت خالص. بس اهو تمام. نجمنا محمد شعبان، مش عايزه كسوف، ماشي؟ انتوا طبعا اللهم صل على النبي في القطاع عاملين دوشه وعاملين مهرجانات، فمش عايزين كسوف. تمام كده، عايزاك تقول لي ابتديت ازاي كوره، وازاي حبيت الكوره، ولا مين اللي لمس فيك ان انت لعيب كوره؟ احكي لي كده بالتفصيل. هو اصلا ما فيش حد، وانا ما لعبتش في نادي قبل كده، و مفيش حد. يعني ابتديت كرة ازاي يا محمد؟ انت حبيتها ازاي؟ نزلت تلعب ازاي، ولا عملت ايه؟ احكي لي موقف اللي مثلا حد لاحظ فيك ان انت لعيب كوره فقال لك لا انا هوديك نادي. لا هو من اول واحد، هو كان عمي هو اللي شاف كده، وبعد كده ماما هي اللي دخلتني بقى النادي. بس طب يعني انت الكوره دي ابتديتها من وانت صغير ولا وانت كبير؟ يعني حسيت ان انت بتلعب كوره وانت صغير كده، ولا وانت كبير؟ وانا صغير كنت. طب ليه ما قلتش لماما وديني اكاديميه؟ رحت اكاديميه مع كابتن اسمه كابتن كابونجا، وخرجت منها تاني. ليه؟ ما كانش في اي حاجه. ماشي. النجم بتاعنا المكسر الملاعب نجم ديشا. طبعا يا كابتن انا اسالك على كل لاعب، لان انت طبعا مدير فني البراعم، فطبعا بعد ما يتعرفوا كده ببعض كده ونعرف قصتهم ايه، بعد كده نسال حضرتك بقى. النجم ديشا، يلا ابتديت كوره ازاي ديشا؟ ابتديت كوره، كنت يا اخويا كنت كان هو بيلعب كوره من قبلي. اخوك شيتوس. كان بيلعب كوره. رحت انا متعلم منه. اتعلمت منه. تمام. وبعد كده بقى ايه، رحت فين ولعبت فين؟ رحت النصر التعديل، وبعدين رحت نادي الاهلي الضبعه.
تلاقي لك كارنيه بقى من نصر التعدين وكده، والموسم ده برضو تلاقي لك في النادي الاهلي طبعا. انت مواليد كام؟ مواليد 2011. وانت يا محمد مواليد كام؟ اتكلم في المايك. مواليد 2009. مواليد 2009 و2011. انت ليه بتحب تلعب مع الكبار مش مع سنك يا ديشا؟ احنا عارفين ان انت لاعب سابق سنك، عندك موهبه، صح يا كابتن؟ ايوه. كلمنا عن ديشا برضو كده. عندي طبعا اللعب ديشا ده بيحب يلعب مع السن الاكبر منه، لان عنده حته الاحتكاك وعنده حته الموهبه الله اكبر يعني. وجريء، انا بسمع ان هو جريء في الملعب. جريء جدا في الملعب، وعنده حته الاهتمام شويه في بنفسه، وعنده حته مثلا الجراءه ان هو بيلعب مع السن الاكبر منه. حتى انا كذا مره اجي انزله مع السن الصغير بيزعل، ما برضاش يلعب مع السن الصغير. فهو جريء في الملعب. انا عندي البراعم يعني، عندي مثلا محمد شعبان. بص يا كابتن، احنا دلوقتي معانا عايزين نتكلم مع بعض، وفي صور بصوا من السعارضه دلوقتي ليكو. تمام كده، اتكلم بقى برده يا كابتن. عندي طبعا محمد شعبان برده لعيب 2009 كويس. ده طبعا واحنا فاكره، واحنا في نادي العبور. لا نادي الاولمبي في اسكندريه. اسكندريه دي لما كسبنا. كسبنا البراعم والناشئين. تمام. صح. كان يوم جميل، كان يوم جميل. تمام. دي صورة لاعب معاذ، ودي شادت ونجم ديشا. انا عايز اقول لك حاجه كابتن، ان معاذ دوت يعني وديشا لعيب عالي قوي، من احسن لعيبه في مصر يعني، الله اكبر عليهم. موهبه جميله وتستحق ان نلقي الضوء عليهم. طبعا. والصوره دي طبعا دي، وانا اليوم ده كان عندي تكريم يا جماعه، تكريم بتاعت التكريم. ايوه، وبعت ناس تستلم التكريم عشان ما اسيبش القطاع ولا اسيب الاولاد. ايوه تمام. ايوه ده طبعا اللاعب مودي ولا موك عشان ما يزعلش. لا مودي. اللاعب ده مودي طبعا. يوم التوقيع بتاعك داخل نادي الاهلي طبعا. ده طبعا احمد الجون، احمد الشناوي الشقي بتاعك. بس جون حارس، جون وحارس بسم الله ما شاء الله، سابق سنه برضه. مواليد 2006 يا كابتن. والنجم بتاعنا قشطاوي. قشطاوي. والنجم وليد اصغر البراعم عندك. جميله، الصور جميله. النجم ديشا هو ده طبعا برضو. لا جميله، الصور حلوه بسم الله ما شاء الله. دي بقى كابتن، واحنا في معسكر طبعا بلطيم. دي المعسكر بتاع بلطيم كان برضو طبعا كانت من جميلة. احسن معسكرات طبعا، الاولاد كلهم واستفادوا منهم وعملوا طبعا نتائج كويسه هناك في بلطيم مع جميع الفرق. وطبعا في لعيبه كتير يعني، مش عايز انسى حد، في لعيبه كتير معايا في القطاع كويسه جدا. تمام. ده طبعا النجم يوسف شيتوس، مع شيتوس الممثل الجميل بتاعنا. ربنا يوفقه يا رب. داخل مسرح البالون. ده لاعب قزه طبعا برضو، لعيب كويس جدا 2008. احنا عندنا بسم الله ما شاء الله القطاع بتاعنا نادي الاهلي الضبعه فيه عناصر مميزه وعناصر سوبر باذن الله، ليهم مستقبل كويس باذن الله. هو طبعا الفضل يرجع طبعا لكابتن احمد مهران. طبعا هو اللي حط طبعا المنظومه الكويسه ديت. دي وحضرتك وانت ودي طبعا في نادي العبور بتديهم تعليمات قبل المباراه. دي في نادي العبور. دي لما كنا بنلعب فرقه العبور 2009 2008. دي في بالتيم. دي في بالتيم. دي لما مضى وقع على مواقع ديشا داخل نادي الاهلي الضبعه. احمد الشناوي. ده احمد الشناوي. هي خالد، انت المفروض تيجي بقى. كابتن هاجر طبعا. كابتن هاجر طبعا هنا على التعريف. كابتن هاجر الشناوي برضه. صوره متكرره. نجم خالد ونجم شيتوس ونجم محمد شعبان. ده المرعب، الثلاثه المرعبين في الملعب دول. طبعا. خالد ياسر ويوسف شيتوس. خالد ياسر او شيتوس. صور جميله، الصور دي هتبقى ليها ان شاء الله ذكرى بعد كده، ان شاء الله ما تبقوا نجوم كده كبار. طبعا انتوا بتنسونا بقى. دي يا كابتن وانا بلعب. صحيح خالد هتنسونا؟ لا. ماشي. كلمنا محمد شعبان برضو. محمد شعبان لما جالي مميزاته في الملعب ايه؟ هو محمد شعبان لما جالي الملعب، لما جه معايا في الفرقه وكده، كانت مميزاته في الملعب ان هو كان عنده خجول شويه. فاحنا طبعا بنحب نشتغل مع اللاعب حته دلوقتي بقى عفريت. احنا بنشتغل مع اللاعب ايه، ان احنا نصاحبه كمدربين ونقرب منه، لان اي مدرب لازم ان هو صاحب اللاعب. تمام. فحته مثلا ان اللاعب يكره مدرب، عمره ما هيدي المدرب كره في الملعب. تمام. عايزين بقى الشناوي يديله المايك. اتفضل. خد الشناوي بقى. ابتديت ازاي كوره يا شناوي؟ احكي لي بقى بالتفصيل كده، مش عايزاك تتكسف، ده انت مولع القطاع. انا بديت في نادي مصر المقصه. تمام. بعد كده كنت بلعب في نادي مصر المقصه. انت اول ما ابتديت في مصر المقصه؟ لا، كنت بلعب الالفا اكاديميه، وبعد كده اكاديميه رحت نادي مصر المقصه. تمام. لعبت فيها شويه، وبعد كده جيت بقى كنت بلعب في الفيوم. كنت لازم كل
يوم ما اسافر الفيوم عشان اروح العب الماتش هناك. كنت بتسافر الفيوم وتيجي عشان تروح تلعب في استاد الفيوم. بعد كده جيت لعبت مع كابتن اسمه كابتن شعبان في الاكاديميه، ولعبت برضو مع كابتن توتا، ولعبت مع كابتن احمد فايز، وفي الاخر جيت لعبت مع كابتن احمد البرازيلي. بعد كده بقى رحت لعبت في نادي فارس اللي هو نادي الاهلي الضبعه دلوقتي. حصل دمج. ايوه. وبعد كده بقى بلعب في نادي الاهلي الضبعه دلوقتي ونادي كويس. مين اللي ساعد معاك في الموضوع دي كلها؟ مين اللي قال لك كمل انت لاعب كويس او انت جون كويس؟ هو مامتي وبابايا وفي كباسن كتير مرحبين بان انت عايز حابب مجال الكوره وعايز تدخل فيه. ايوه تمام يا شيخ. ادي المايك بقى لخالد. خالد مش عايزين كسوف يعني، احنا جايين عمالين ايه. يلا احكي لي برضو ابتديت ازاي كوره يا خالد. لا هو اللي شجعني على الكوره هو جدي طبعا، هو اللي عشان هو عنده فهم في الكوره وكده، فهو اللي شجعني على الكوره وخلاني وانا بدات في مصر المقصه. كنت مع الشناوي؟ لا هو الصراحه ما اتقابلناش، بس انا كنت في مصر المقصه. اكاديميه ولا النادي؟ لا اكاديميه. انا كنت اكاديميه. انت كنت في النادي. وقعدت فتره طويله طبعا، قعدت معاهم سنتين. بعد كده قعدت من الكوره خالص، بطلت العب كوره. بعد كده كلمت الكابتن احمد والحمد لله دلوقتي بقيت بلعب في الاهلي الضبعوي. تمام. يعني مين برضو الاب او الام حفزوك برضو في كده ولا جده أبويا بس هو اللي؟ لا برضو كابويا كان بيسعى معايا ومامتي وكله. تمام. النجم شيتوس صاحب المواهب المتعدده، فن تمثيل صح، كوره، غنى صح. احكي لي برضو ابتديت ازاي كوره كده، انت مش اول مره تطلع في برنامج صح؟ انا اول حاجه لعبت فيها اكاديميه المقاولين العرب في الزهراء تبع كابتن محمد السيد. وبعدها والدتي ودتني اختبارات، ساعت معايا برضو ودتني اختبارات المقاولين العرب في النادي هناك. قعدت خمس اختبارات وبعدها ايه ماشيين عشان الفلوس الواسطه وكده. ورحت لعبت في الانتاج الحربي 8 شهور وسبتها برضو، ولعبت في نادي كذا نادي كتير، ولعبت في النصر التعدين كان احسن موسم ليا طبعا مع كابتن احمد فؤاد مهران وكابتن هاجر، اشكرهم طبعا واشكر كابتن احمد مهران ليه الفضل عليا ووقف جنبي من ساعه النصر التعدين. وبعدها جيت نادي فارس لعبنا برضو هناك، وبعدها تحول نادي فارس نادي الاهلي الضبعه ولعبنا في نادي الاهلي الضبعه. طبعا طبعا بعت كابتن احمد تحديدا كابتن احمد مهران وكابتن هاجر المصري. تمام. قول لي ابتديت برضو كوره ازاي بصوت عالي كده، ومين انت ابتديت الاول ازاي، اتعلمت ازاي، مين اللي ساعد معاك كده؟ يلا ساعد معايا في الكوره بابايا ومامايا. ماشي ماشي بيضلع ماما مش مشكله. تمام كمل. كانوا بيشجعوني فايه خدت انا بحب الكوره انا من صغري. تمام. فروحت النادي المركز شباب كنت بلعب فيه، كان نادي برضو حلو. فبعد كده ايه قعدت شويه فيه، بعد كده رحت الاهلي الضبعه. تمام. مبسوط معانا في الاهلي الضبعه؟ لقيت فيه اختلاف؟ اختلاف كبير. طيب كمل كمل. مين بقى مين اللي قال لك بقى كمل وانا معاك ومش هسيبك؟ بابا. هو كمل. وماما لا؟ لا. ايه بقى اشمعنى؟ مش عايزك تبقى لعيب كوره؟ ايه لا ايه خايف عليك؟ ما اعرفش. فبابايا قال لي في نادي بس خالد ايه وداني الاهلي الضبعه. قال نادي خالد عشان كان موجود فيه، انت طبعا جيران صح؟ فخالد جه قال لك انت شفته طبعا رايح جاي في النادي، وانت بقى قلت له ايه؟ انا بقى حبيت النادي. فقلت لبابا حبيت النادي ان انت عشان عايز تبقى لعيب كوره ولا عشان خالد موجود فيه صاحبك؟ لا عشان ابقى لعيب كوره برضو. ايوه صح. فهو لقيته نادي ايه ممتاز. ايوه فقمت داخل فيه. ماشي تمام. بص بقى احنا عايزين بقى نفك القعده كده، هنطلب بقى من نجم شيتوس يغني لنا اغنيه. طبعا يا جماعه شيتوس ايه عمل اغنيه قبل كده ونجم مهرجانات، بس احنا طبعا بنشجع المهرجان اللي هو النضيف، بنشجع اصحاب المهرجانات اللي هم مش كلام اللي فيه اسفاف والكلام الهابط، لا احنا بنقول كلام كويس. تمام كده صح؟ يلا بقى حته الرضا البحراء. طيب شوف انت 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 حابب تغني ايه كده؟ ابتديت ابني يا صافي يا قلبي طيب دمعه فيا، عملت خير في ناس كتير للاسف قلبوا عليا قلبوا عليا، كان كل حلم عايش
طبعا في الأم تعيش مع ناس ما رحمتنيش، ظلموني ولعبوا بيا، عمري ما فكرت أخون، كل هم أخلص وأصون، عمري ما فكرت أخون، كل هم أخلص وأصون، عندي ألف راجل بس طيب ما افتريش، ضحكوا على قلبي النضيف، عملوا مني إنسان مخيف، ضيعوا الضحكة البريئة، تلو تبت عشان أعيش. كمل يا شيتوس، كمل يا شيتوس، هايل سقفة كبيرة شيتوس، بجد بجد هايل، صوت طبعا من غير أجهزة ومن غير أي حاجة ولا الحاجات اللي هنا، صوت نقي نضيف، عايز شغل، عايز حد طبعا يتبناه ويظهر الموهبة الجميلة دي، صح؟ سقفة تانية يا شيتوس، جميلة يا شيتوس، جميلة. حد عنده موهبة تانية غير الكرة؟ اه حد عنده موهبه تاني؟ اه وما فيش موهبه جنب الكوره مثلا، تمثيل، غنى، اي حاجه كده؟ فيش، ما فيش اي حاجه تاني؟ انا سمعت يا خالد اللي انت والشناوي بتشتغلوا، صح؟ ليه؟ انا عايزه اعرف. اديله المايك، اديله المايك يا حبيبي. أنا انت مواليد كام؟ انا 2006. انت عارف انا بسالك السؤال ده ليه؟ بس بعد ما تكمل هسالهم. يعني انا مش عايز الحمل يبقى على اهلي جامد، فانا لازم يعني اساعدهم، فعشان كده لازم اشتغل ولازم اتعب عشان اقدر اوصل اللي انا عايزه. تمام، شفت يا كابتن؟ نماذج مشرفه. 2006 يعني طفل لسه بيشتغل عشان يساعد بابا وماما، تمام؟ وعشان يوصل للحلم اللي هو عاوزه، عشان هو عارف ان هو الكوره مشوار وفيها مصاريف كتير، تمام كده؟ ان لاعب زي ده، تمام، يعني يفكر بالطريقه دي. معلش معلش يعني شابوه برضو ليك، بجد بجد بجد. اللعيبه عندنا، عندي في القطاع كده برضو، في البرامج والناشئين، في برامج بتشتغل برضو وبتساعد برضو. المايك المايك المايك. سوري يا مخرجنا الجميل. بقول لحضرتك يعني انا اكتريه اللعيبه عندي براعم بيجوا برضك من بلاد بعيده وبيشتغلوا، يعني بيجوا مثلا، اللي بيجي من المنيا واللي بيجي مثلا من اسيوط، وبيشتغلوا وبيستمروا، بيشتغلوا على نفسهم، بيتعبوا. في لعيبه كتير عندي كده، يعني انا في يعني مثلا زي مثلا لاعب مثلا اسمه عباس اشطاوي، الناس دي كلها برضك بتشتغل. في براعم كتير بتتعب، بس في حاجه برضك عايز اتكلم فيها بخصوص اللعيبه بقى، سواء براعم او ناشئين. في يا كابتن حته يعني الكلام ده للناس اللي مثلا وكيله لعيبه وكده، يعني المفروض برضك يعني ان هم يراعوا شويه ربنا في اللعيبه، ان حرام يعني اللعيب مثلا. ده موضوع كبير، ده هنتكلم فيه بعدين. يعني انا برضك الحته دي برضك يعني يا ريت اي وكيل لعيبه يعني ما بتكلمش على وكيل، يراعي ضميره شويه في اللعيب، لان يعني هو يوصل اللعيب الحاجه اللي هو عايزها، وبعد كده هيلاقي يعني هيلاقي. تمام. عايزين المايك مع احمد. بتشتغل انت؟ نسيت صح، انت بتشتغل ايه يا خالد؟ ثواني، بتشتغل ايه؟ علي صوتك كده. انا مع بابا في السباكه. اتفضل قول لي برضو انت بتشتغل ايه وليه عايز تشتغل؟ انا بشتغل بس عشان مصاريف الكوره، مصاريف الكوره 2006 صح؟ مصاريف الكوره مصاريف كبيره طبعا، وما فيش لاعب كوره يعني بياخد فلوس بس، لازم الاول تدفع فلوس، ولما بقى تكبر وربنا يكرمك تلعب في نادي مثلا نادي كبير، فربنا بيكرمك بتاخد برضو. يعني الكوره مش بتدفع بس، بتدفع وبتاخد في الاخر. صح، بس انت فاهم القصه دي صح؟ انا كنت بلعب الاول، انا كنت بلعب في ملعب اسمه ملعب الحاجه، كنت بلعب مع كابتن اسمه كابتن شعبان، وكان في واحد قاعد بيتفرج عليا من بره، انا ما كنتش اعرفه، قلته قابلني وكان عاوز ياخد رقمي وكده، وقال لهم بابا، وكان الكابتن ده اصلا من الزمالك، بس مش عارف بقى كان من الزمالك ولا كان عاوز يعمل عليا نصبايا. وكلم بابا وكده، بابا قال لي لا، يمكن ديني صبايا، يعني ما ساب الناس كلها اللي في الملعب وجالك انت. راح بابا، راح هو كلم بابا يقول له لا، عشان ده هو حارس حلو وكده. كنت انا صغير، مستواي احسن من كده، يعني مستواي كان انا صغير كنت حلو، كنت بلعب مع 2001 و2002. دلوقتي كبرت، قعدت فتره كده بتاع 7 شهور ما لعبتش كوره خالص، عشان كده بقى مستواي قل. طبعا كابتن احمد البرازيلي كان بيتمرن عندكم نادي فقرس، ومنزل صور
وانا طبعا دخلت كلمته قلت له انا عاوز اتمرن معاكم كده. كويس ان اطفال يعتبر زي دول تمام وفاهمين يعني قصه كفايه عايزين يمشوها، عايزه مصاريف وعايزه جهد وعايزه تعب، فهم بيساعدوا بابا وماما عشان يكملوا مستقبلهم ومشوار طويل ومحتاج فلوس ومش عايزين يتقلوا على بابا وعلى ماما، صح كده؟ طيب انت ماسك المايك كده تمام تقول لي مين كلمه انا بشكرك وانا بحبك وانا ما اقدرش استغنى عنك وربنا يخليك ليا. هو بابايا ومامتي وبعد كده المدربين هو كابتن احمد البرازيلي وحضرتك وكابتن احمد مهران. تمام ديشا انتي وكابتن احمد البرازيلي. علي صوتك شويه. انتي وكابتن احمد البرازيلي وكابتن احمد مهران. ومين تاني؟ مين تاني؟ مين تقول له انا بحبك ومين تقول له انا ما اقدرش انساك ومين تقول له؟ ابويا ومامتي. ماشي وانت يا محمد؟ عايز توصل رساله من خلال البرنامج؟ طبعا فضل لبابايا ومامتي ولحضرتك والكابتن احمد برازيلي وكابتن احمد مهران. يلا يا خالد وصل برضو رساله برضو من خلال البرنامج كده لمين كده وتقول له انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك وشكرا ان انت وقفت جنبي. هو طبعا اولا بابايا ان هو وقف جنبي وبعد كده جدي عشان هو اللي ساعد معايا في موضوع الكوره ومامتي برضو يعني اللوم كان واحد معايا. لا خلي شيتوس الاخر عشان هنختم باي اغنيه تمام. انت بقى قولي مين انا بحبك وتقولي مين ميرسي اللي انت وقفت جنبي وتقولي مين انا ما اقدرش استغنى عنك كده وكتر خيرك وكده الحاجات الحلوه بتاعتنا دي. اول حاجه بابا وماما وبعدين كابتن احمد مهران وهي كابتن هاجر. كابتن هاجر مهران. طيب قول رساله طيب لماما. قول لها رساله كده. كابتن احمد البرازيلي. ماشي كابتن احمد عايزينك برضه نتكلم كده كلمتين بسرعه عشان طبعا هو في وقت قد ايه في الحلقه؟ 3 دقايق. سريعا برضه تهدي لمين انت برضه تقول له انا بحبك؟ انا طبعا اشكر. لا انا هقولها لك بقى تقول لي مين انا بحبك. ليه طبعا لمين اقول لي انا بحبك؟ لكابتن هاجر مهران. حبيبي تسلم لي. تقول لي مين ما اقدرش استغنى عنك؟ لا طبعا مامتي وبابايا طبعا دول اللي وقفوا جنبي واشكر طبعا اخ عزيز ليا طبعا كريم طلب واشكر كل من سنين طبعا وكابتن احمد مكرم ده الفضل عليا يعني شخصيه الله اكبر احسن مدرب 2005 في مصر. تقول لي مين انت ليك الفضل عليا بعد ربنا؟ اللي ليه الفضل عليا بعد ربنا هو كابتن احمد مكرم وكابتن هاجر مهران هي طبعا اللي خلتني حاجه دي وصلتني المكان اللي انا فيه. ربنا يخليك. واشكر طبعا كابتن احمد مهران النجم شيتوس نجم المهرجانات ولاعب كره القدم بنادي الاهلي الضبعه. عايزين نسمع اغنيه كده عشان ايه قبل ما اختم كده نسمعها وبعد كده اعمل الختام بتاع البرنامج. يلا يلا يلا. غموا لعيني وسابوني وحدي وسط الافاعي والذئاب. تسلم يا ابويا قالها لي كلمه ما تعتمدش على الصحاب. عايزين حاجه تانيه برضو؟ يلا حاجه تاني حاجه كده يعني فرفوشه كده شويه. واخصامي من يقف قدامي مش باخد بسامي يلا مين هيشيل وهلعبكو انا جاي اندبكو والله ما سيبكو لو ابوك وزير. يلا تاني مقطع تاني مقطع تاني مقطع تاني كده برضه. يلا بتاعتك بقى. ماي لاف عين انا ليها لو فنت روح اناديها مولاتي نفسي انا فيها مش هقدر اعيش غير بيها من جايه من زيها عسلي الله عليها. ميرسي للنجم شيتوس. معلش عشان ختاما للحلقه اعزائي المشاهدين حكايتنا خلصت بس حلقتنا وحكايه قصه ونادي الاهلي الضبعه لسه ما خلصتش. انتظرونا في الحلقه القادمه ان شاء الله هيبقى معانا الشيخ المعالج الروحاني الشيخ محمد المصري داخل برنامج استوديو الحياه. انتظرونا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.